j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton art. Dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. الأشواط الأولى هي أشواط اللاعبين، والأشواط الثانية هي أشواط المدربين. ننتظر ماذا سيفعل المدرب مختار تليلي، وهذا بسام بن نصر، وكاد يكون الرابع، كاد يكون الرابع بالنسبة للنجم. قلنا مثل ما كان يتحدث عدلان البغولي منذ قليل، طبعا سيحاول البنزرتي ربما إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المباراة، ولو أن الأمور صعبت شوي. وهذه تسديدة تضرب في الدفاع وترجع في مرة ثانية، وحسن البجاوي، حسن البجاوي، محمد علي نفخة، محمد علي نفخة يفسخ مدافع، محمد علي نفخة ودفاع مرة أخرى موجود في خطاب خالد النجم، بس بن نصر التوزيع وما خرج عليها في المرمى، الهدف الرابع، الرابع بإمضاء سادات بخاري. هذا يومك يا سادات، هذا تشكيلة ويعود في هذه المباراة بثنائية إلى حد الآن. 4-0 للنجم، تتغير النتيجة، إعادة للتوزيع من جانب بسام بن نصر، والبهتة وسوء تأثير من نخ ودفاع البنزرتي. شارع، يعني شارع مفتوح في محور دفاع البنزرتي، يعني المحور
محور الدفاع خرج المبعنى حمزة زكار التمريرة لشداد بخاري. شداد بخاري مع دبيل الرويت بخاري يهرب يدخل تحت الجزاء يسقط ضربة الجزاء ضربة الجزاء دون تردد ولا انذار ضربة الجزاء للنجم بإعادة أمامه قبل الرويتبي هرب عليه دخل من تحت الجزاء وتدخل من الوراء من بلال القنطرسي ضربة جزاء ما تحقش برشا اجتهاد ضربة الجزاء بالطبيعة سنتأكد من الأمر مطلوب التحكيم بعد قليل عمار جمل عمار جمل هو من سيسجل الهدف الأول في المباراة والهدف الأول لفريق النجم الرياضي الساحلي في زاوية صعيبة برشا مستحيلة على الحارس وليد الحبروني كده الدفاع ينسى إيميكا يأخذ كرة مرتدة من سادات بوكاري يسجل أول أهداف المباراة بعد إمداد بوكاري أمكا إيميكا يسجل هدف التقدم وهذه الكرة تمر سلامات على دفاع النجم الرياضي الساحلي والهجمة المعاكسة تنطلق مباشرة بواسطة السادات بكري يربح مخالفة فعدد المخالفات من مدافعي نادي حمام الأنف ينقش الحلول لاختراق وسط ميدان النجم الرياضي الساحلي تفتك نفس السيناريو إيميكا بين إيميكا وبكري إيميكا سادات بكري ينجح في تسجيل الهدف الثاني لفريق النجم الرياضي ليكا وهدف منذ لحظات سادات بكري بالإعادة محمد لنفخة في التوزيع رضوان الفرح التمهيد سادات بكري محمد لنفخة لمس الكرة كذلك قبل سادات بكري وعمر جمال هو لمهد إيميكا وجه المباراة وجه نادي حمام الأنف سادات بكري يدافع عن أيسر يرجع الكرة حاليا أيمن عبد النور هو اللي كان أسبق من المهاجم والمخالفة للهداف النجم بكري سجلت بكري الأخيرة هذه الإعادة هذه الكرة ترويض بالصدر دخل سليم سيسي كيف المفيولة بعد قليل سنعيد اللقطة ويعيد تقييمها خبير التحكيم حتى لنفخة في تنفيذ المخالفة عن طريق الرويج خارج الطريق نحو مسجد افريقيا انطلق للنجم من السانشا خارج النجم الديناموس مفاجاه كبيرة جدا اليوم التعليق مشترك بين حماس الثواني وبين روعة جمهور ستادنهيل نعم هو مشترك مباشرة تستمتع بمباراة فريق الاسماعيلي أول مرة يلعب الشادي شادي بلال كورة مقطوعة للبخاري مقطوعة للبخاري سادات البخاري يا معلم سمير السادات بشار البخاري يصدق كورة قوية لناد بمعنى واحد أكثر كورة للنجم بومب بلال من 20 كورة لاعب في الشوط الأول التعادل والثالث في هويات التاريخ وهو اسرع هذا كان سادات بخاري لاعب كره ممتازه للسيوطي يجي حول المرمى خطيره من ذا ومن ذا كره
من راس بن عباس والكرة من سادات بوخاري لافتة متميزة وكبيرة سيف جراندي سيسر كيف سيختار وكيف يكون القرار على الكرة السابقة ثلاثة مخلفات ومطعم مناسب بدون تهديد فتجعل كل منذ الرجولات أنه أنا في الثاني أي سيحسم هناك ولا في الشفر يا أمر أخلي كوفار يا أمر الخلوفي الخلوفي الآن في اتجاه الخلوفي كرة بوخاري سادات يحمل هنا بوخاري عدي الثاني محمد ساكو ساكو سريع جدا البخاري اللي كان بالكثير يلعب كورة سادات بوخاري جميلة خطيرة أنا وشيخ تمروس ويجي على الميجا أحمد ميجا لو في كيف حكم الفوز ألعب وتلعب من سادات بوخاري بوخاري في مناطق النادي الساقسي وتاكل وفي خطأ جنبر بالنوزة مخالفة للرجال بدكار سر في هرارة الديناموس سر في القزاير سر في المريخ نشوف فيه كتير برشا كتير برشا تيمبو 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 كرة ممتازة صعبة والتسديدة والحارس يصب يا رب جاسم الخلوفي يترك للنهائي إثارة وعنوان الله على الكرة من هنا وعلى الكرة تسرحوا في آخر خمسة دقائق على كل دقيقة 40 الريتم ارتفع من سيصوب ومن سيسدد سيدات البخاري يعطيه إشارة التنفيذ الكرة ممتازة والهدف الأول رائعة مباشرة في شباك الأمل الرياضي في حمام سوسة ممتازة جدا من اللاعب سيدات البخاري الامتياز بالدقيقة 13 تتغير النتيجة مخالفة مباشرة وسادات البخاري يتمكن من تسجيل ممتازة جدا تقريبا في الزاوية 90 ثمان معطيات جديدة للمباريات نادر ومن الكرات الثالثة تقريبا يعني أكيد سهيل بالرابية عالكرة مسيرة النسبة للنسيح لعصام الزاري لسادات البخاري كل حكم المخالفة والورقة الصفراء الورقة الصفراء هذا التدخل محمد علي بن حسن الفريق تدخل نبقى مع الكورة إلى سهيل بن رافيا وتقريبا الشوط الأول لم ينتهي نعرف كرة القدم غنية بالمفاجآت وغنية بالتقلبات شيء ممكن في كرة القدم ثلاثة لأمل حمام سوسة وحركية كبيرة للنادي الهجوم العويشي وبيل الفشوش اللي قاعدين يغيروا المراكز نتاعهم وهذا أمر مفيد للتنشيط الهجومي لأنه ماهوش بعدد المهاجمين الكرات الأرضية دايم جماهير أي من التشكيلة يعني رغوان الفاضي نعرفوا لاعب يشكل عليه في مراكز كمان العراقي أرجع من الدفاع الكرة في المراكز الأخرى